نجعل غذاءنا كذلك وقايتنا خلال هذا الموسم الذي تكثر فيه الإصابات بالأنفلونزا، والذي يعيش فيه فيروس كورونا وسطنا وينتشر بسرعة كبيرة مخلفا عدة ضحايا. الغذاء المتوازن والمتنوع غالبا ما يكون كافي لسد الحاجيات اليومية من الفيتامينات والأملاح المعدنية، ويبقى اللجوء إلى المكملات الغذائية مستحب لدى الأشخاص المسنين والمرضى الذين يعانون من الأمراض المزمنة أو الأمراض التي تضعف جهاز مناعتهم. لتقوية الجهاز المناعي ينصح باستعمال المكملات الغذائية الغنية بالفيتامينات، فيتامين سي والدي والمغنيسيوم. فهذه المكملات تكون في وصفة علاج المصاب بكورونا لأنها تعمل على تحفيز وتنشيط جهاز المناعة. ومن هنا نريد أن نسلط الضوء على الأغذية الغنية وبشكل طبيعي بهذه المواد، والتي يجب ونؤكد على أن تكون حاضرة وبشكل يومي في الغذاء. بالنسبة للفيتامين سي فالجسم لا يحتوي على خزان منه، ولذا يجب إدخاله يعني بصفة دائمة في الغذاء، فهو يدخل في عدة وظائف فيزيولوجية نذكر منها أهميته في امتصاص الحديد، فهو مضاد للأكسدة ويحمي الجسم من الجذور الحرة وشيخوخة الخلايا، ويحمي من السرطانات، يعزز إنتاج الكولاجين المهم للبشرة، ويقوي وينشط المناعة، إذ يبقى له دور جد مهم وخاصة في فصل الشتاء، وذلك للوقاية من الأنفلونزا والكوفيد 19. عندما نذكر الفيتامين سي يتبادر جميعا إلى أذهاننا فقط البرتقال، الليمون، كليمونتين، بامبلوموز، الفريز، الكيوي، المانج، وننسى أن العديد من الخضر غنية كذلك بالفيتامين سي، نذكر منها الفلفل بجميع أنواعها الأحمر، الأصفر، الأخضر، نذكر المعدنوس والكرافس وأعشاب منسمة أخرى، نذكر الصبانخ والسلق، نذكر الكرنب والبروكولي والشيفلور، وأنواع الشلاضة يعني المعروفة بالخس، الفجل، يعني مجموع من الخضر غنية يعني بواحد المعدلات جد هامة من الفيتامين سي. ننصح باستهلاك كل ما يمكن استهلاكه طازجا للحفاظ على جودة الفيتامين سي المتواجد فيه، لأن درجة الحرارة مرتفعة تفقد مزايا الفيتامين سي. ننتقل إلى معدن الزنك، فهو بدوره لا يخزن في الجسم ويجب إدخاله يوميا عن طريق الطعام، فله دور مهم في عمليات حيوية عدة أهمها تقوية الجهاز المناعي، فهو كذلك يدخل في عملية الأيض وتكوين العديد من الهرمونات والأنزيمات الضرورية للجسم، نذكر على سبيل المثال هرمون الغدة الدرقية، هرمون الأنسولين. الزنك يحفز خلايا الدماغ للقيام بدورها وإفراز هرمونات تساعد على القدرات التعليمية والسلوكية. الزنك مهم كذلك للبشرة ولالتئام الجروح، نجده في اللحوم والدواجن والأسماك والبقوليات، نذكر العدس، اللوبيا، الحمص، الفول، فول جناوة، جلبانة اليابسة، والتي بدورها هذه يعني القطاني بدورها غنية بمادة البروتين، ويمكنها أن تعوض اللحوم التي يعني سعرها جد مرتفع ولا يمكن لأصحاب الدخل البسيط اقتناؤها يعني واستهلاكها يوميا. نجد الزنك في الحبوب الكاملة، في المكسرات، في الكاوكاو واللوز والجوز، نجده في البيض، في الشوكولاتة الداكنة، وفي جميع المنتوجات الحليبية. ننتقل إلى الفيتامين دي. هذا الفيتامين دي له مصدرين، مصدر داخلي يعني ينتجه الجسم عن طريق تعرضه لأشعة الشمس، ومصدر خارجي يعني يأتينا عن طريق الغذاء. وبما أننا مقبلين على فصل الشتاء والذي تنقص فيه ينقص فيه التعرض إلى أشعة الشمس، يبقى المصدر الغذائي هو الأساسي. فالفيتامين دي له دور مهم في تحفيز الجهاز المناعي، وكذلك في عملية امتصاص الكالسيوم
وتقوية العظام والأسنان، له دور في الوقاية من بعض السرطانات، له دور في الوقاية من الأمراض المزمنة كالسكري وأمراض القلب والشرايين وارتفاع الضغط الدموي. المصدر الغذائي يمكن أن نقول كلها، المصادر الغذائية يمكن أن نقول أنها كلها حيوانية باستثناء بعض الفطريات، نجد فيها يعني معدل لا بأس به من الفيتامين سي، إلا أن نظامنا الغذائي لا يركز عليها أساسا، لذا يجب يعني الحرص على إدخال في النمط الغذائي يعني المصادر الحيوانية. ونذكر الأسماك، الأسماك السمراء خصوصا طون، السلمون، السردين، الماكرو، الشتون. نذكر اللحوم، اللحوم الحمراء وخصوصا الكبد. نذكر أصفر البيض. نذكر الحليب والزبدة وجميع الأجبان، والشوكولاتة الداكنة كذلك غنية بالفيتامين دي. فلنجعل غذاءنا دواءنا وحمايتنا من كل الأمراض، نحرص على تنويعه بصفة مستمرة، ننتبه أن يكون فيه العناصر السالفة الدرك كلها حاضرة يوميا، وأن ندرج في كل الوصفات الثوم والبصل الطازج والخرقوم والزنجبيل. نحرص على أن يكون غذاءنا مطبوخ بالبيت بمواد طبيعية، لأنه بمثابة علاج ووقاية، عكس الوجبات السريعة الجاهزة المليئة بالمنكهات والمواد الحافظة والتي تكون بمثابة إداية للجسم. نأكل كل ما هو طبيعي وصحي خصوصا في هذه الظرفية الوقائية، وما يسعنا إلا أن نقول الله يرفع عنا الوباء ويحفظنا أجمعين يا رب العالمين.